تضيع الكره لفريق الغيني، مشات لعند اللوماري، اللوماري لعند البيجا، البيجا داخل منطقه الجزاء، شنو غادي يعمل المراوغه ديال البيجا؟ شنو غادي يعمل مراوغه اخرى ديال البيجا بامكانه الجال بالفعل. هدف ثالث ديال فريق السوسه المراكشي، وكان وراءه البيجا. البيجا البيجا يسجل الهدف الثالث لفائده فريق الكوكب المراكشي. لاحظوا التمريره الجميله ديال النمارين، البيجا انطلق من الخلف، غادي يراوغوا نحسبوا شحال مره، راوغوا النوبه الاولى ودار بحال غادي يخدف، وتيراوغوا النوبه الثانيه وتينفرد بالحارس تيخدف وتضرب في المدافع اللي حاول يرجع الكره وتدخل كرة عند البهجة، البهجة البهجة تقدم داخل منطقة الجزاء، شنو غيعمل البهجة؟ بإمكانه يمرر فرصة للنوماري باش يسجل الهدف الثالث، فرصة جميلة ديال اللي خلقها البهجة. دائما الكرة عند البهجة تيحاول باش يراوغ، محتاط بالكرة بإمكانه باش يمرر، بالفعل تيمرر ولكن تيضرب كرة اللاعبين. دريدب خلفة قوية ديال دريدب ولكني مشات بعيد، بدون شك أننا غادي نتابعوا الإعادة. العرقوب كرة عالية عملية جميلة، هدف جميل ولكن الحكم اعلن على شروط